مرحبا بكم مشاهدينا جميعا اينما كنتم، وحياكم الله الى حلقه جديده من برنامج رمضان والناس. مشاهدينا، الروابط بين الناس كثيره، والصلات التي تصل بعضهم ببعض متعددة، فهناك رابطة القرابة ورابطة النسب والمصاهرة ورابطة الصداقة ورابطة أيضا الجوار وغيرها من الروابط التي يقوى بها المجتمع وأيضا للجار. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مصونة وحقوق وأداب كثيرة لم تعرفها قوانين وشرائع البشر. وأيضا كثير من الناس ربما لا يتفقد جاره ولا يتفقد حتى أحواله ولا يعرف كيف حالته، البعض لا يهتم حتى بحق جاره عليه، مع أن الإحسان إلى الجار وإكرامه والقيام بحقوقه أمر ذكر في القرآن الكريم وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه في كثير من أحاديثه ووصاياه. فمشاهدينا، ما أهمية الإحسان إلى الجار؟ لماذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في حسن التعامل مع الجار؟ وكيف يكون هذا الإحسان إلى الجار؟ هذا هو موضوع نقاشنا اليوم في فقرة حياة الصائم من برنامج رمضان والناس. هذه الفقرة ستكون حاضرة معنا إذن، إلى جانب العديد من الفقرات التي سترافقنا وستكون حاضرة معنا في برنامج رمضان والناس. ونأخذكم الآن في البداية إلى المطبخ الصنعاني، ويحتل المطبخ الصنعاني مكانة مهمة في التراث الثقافي لليابان، حيث يتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والمغذية بتنوع وغنى في المكونات والتوابل المستخدمة. ولا شك أن شهر رمضان يعد فترة استثنائية لاستكشاف وتذوق هذا المطبخ التقليدي الذي يعكس تاريخ وثقافة البلاد. إذن ما أهم الأطباق التي يتميز بها المطبخ الصنعاني؟ وهل هناك أطباق مخصصة لشهر رمضان؟ سنتعرف على المزيد في هذا التقرير. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. أنت من وين؟ من صنعاء. طيب، طالما أنت من صنعاء، قل لنا إيش اللي يميز المطبخ الصنعاني في رمضان؟ والله يا سيدي، الناس الزحاوق اول ما نبدا نفطر، يعني كفطور يعني، اقول لك عشاء، اللي يتميز به المطبخ الصنعاني الرواني والبقلاوي والشعوبيات والمحلبيه والهذا الاشياء. هذه الحلويات، هذه يتميز بها من الحلويات. ايوه. غير الحلويات، الاكلات. الاكلات هذه الاكل الشعبي حقنا، السلتو هذا الاكل الذي احنا دائما، يعني انت تجيبك سلته دائما ما نفلتش، هذا يعتبر لنا حاجه اساسيه في والشفوت. الشفوت هذا يعني ما ناكلها الا في رمضان بس. والسمبوسه ما نعولش بها. طيب، ايش الحلويات اللي تعجبك؟ البقلاوه والشعوبيات. اهم ما يميز المطبخ الصنعاني في رمضان؟ ما يميز المطبخ الصنعاني عده اكلات، منها شفوت، السلته، الفحسة، واشياء خيرات، يعني من اي ناحيه، من ناحيه الحلا ولا من ناحيه الاكل بس خاصه. ايش انواع الحلا؟ الاكل ايش؟ وهذا الاكل اللي اتكلمت الان والحلا، ايش الحلا يتميز به المطبخ الصنعاني؟ اكيد معروفه اللي هي الرواني، الشعوبيات، البسبوسه، مشروبات معينه مثل الشعير والتوت، هذه طقوس يمارسوها اصحاب صنعاء. انت ايش عجبك، الشعير ولا التوت ولا القديد؟ اكيد الشعير. الشعير. الشعير بالضبط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش اهم ما يميز المطبخ الصنعاني في رمضان؟ يتميز المطبخ الصنعاني في رمضان بالحلويات، بالكبسة، بالأرز، الشفوت، السمبوسة، هذا ما يحلي رمضان. السمبوسة، أنت بدي تأكل سمبوسة بالدقة ولا بالجبن؟ ولا إيش السمبوسة اللي تعجبك؟ بالجبن. بالجبن دائما؟ دائما. وأنت إيش السمبوسة اللي تعجبك؟ بالدقة. بالدقة دائما؟ دائما. طيب، إيش أهم ما يميز المطبخ الصنعاني في رمضان؟ بالرز، بالكبسة، بالشفوت، بالسمبوسة، بكل شيء، بالحلويات. ايش الحلويات اللي تكون موجوده في رمضان تميز المطبخ الصنعاني؟ الرواني. رواني؟ ايوه. شعوبيات. طيب، انت ايش عجبك؟ رواني. رواني. الشفوت، السمبوسه، الشربال، كل واحد. الشفوت ما يكله الا برمضان؟ يعني بكثره، يعني تاخذ الناس. طيب، ايش اللي يميز المطبخ الصنعاني من الحلويات؟ من الحلويات اللي هي، اللهم صل على محمد، المحلبية، اللي هي اسمه الرواني. ايوه، الرويال. حاجه. ايش عجبك من الحلويات؟ انا الصدق الرويال هذيك اسمها الحالي. ايش الحالي؟ المحلبية. المحلبية. ايوه. المطبخ الصنعاني توجد اصناف كثيره في، خاصه في صنعاء، وفي الأخص في أيام رمضان، ومنها الشفوت، العصيد، الفتة، المكرونة. فتة إيش؟ فتة إيش بالضبط؟ عادة بتكون فتة بالحليب والسمن، عادة بتكون فتة
بالتمر وعاده بتكون في التب الموز. ايش يعجبك في التب؟ ايش؟ انا في التب بالسمن والحليب. بالسمن والحليب؟ ايه. هذا افضل حاجه. هذا بالنسبه لنا احنا متعودين عليها وكثير تعتبر وجبه مفضله لنا. بالنسبه للحلويات ايش؟ بالنسبه للحلويات اللي تعتبر التحليه هي عاده احنا بنفعل البسبوسه اللهم صل وسلم عليه. في اصناف عده بس احنا عاده المفضله في رمضان بنفعل البسبوسه. السمبوسه، البسبوسه، الشافوت، بنت الصحن، هذا يعني فته. ايش الفتات اللي موجوده؟ فته ايش؟ فته بالعسل، ومعك فته بالحليب، ومعك فته بالتمر. انت ايش يعجبك النوع من الفته؟ ايش اللي يعجبك؟ الفته بالحليب. فته بالحليب؟ ايه. وش من الحلويات اللي يميز المطبخ الصنعاني؟ الرواني. الرواني؟ ايوه. انت عجبك يعني الرواني؟ طالما قلت الرواني ايوه. بس يلا شكرا. يلا يعطيك الف عافيه. اذا اسعد المطبخ الصنعاني، فيه الكثير من الوصفات المتميزه، حتى وصفات الفطور وصفات الغداء. يمكن واحد ما بيركزش على التنوع الموجود في مطابخنا اليمنيه بشكل عام، لما يطلع للخارج يشوف المطابخ في باقي البلدان العربيه كانت او حتى الغربيه، لكن المطبخ اليمني زاخر بالكثير عموما من الاطباق المتميزه. صحيح حمير، حتى المحافظات اليمنيه بشكل عام، لكل محافظه لها نوع معين من الاطباق التي تقدمها، خصوصا في شهر رمضان، خصوصا في اول يوم رمضان تلاقي انه تنوع في المائده الرمضانيه في محافظه حضرموت، تعز، عدن، في كل المحافظات. لكن صنعاء تتميز اكيد باكلات معينه غير عن بقيه المحافظات مثل تعز، يعني لازم تكون السمبوسه والشفوت حاضر، لكن صنعاء ايش لازم يكون حاضر؟ والله مش عارف. كل الوصفات الجميله يمكن مثل ما قلتي بتظهر في صنعاء، السمسي والفتات وبنت الصحن وغيرها اكيد من الاطباق. باقي الحلويات ايضا صحيح تتميز بها صنعاء ربما اكثر من باقي المحافظات، بالقطايف وبالشعوبيات وبالرواني، حتى هذه كلها أطباق تكون حاضرة عموما في رمضان. إيش وصفتكم اليوم؟ بترك السؤال هذا نتعرف عليه أو تجاوب عليه سونيا وشفت هنا العتيبي، ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا، مستمرين معكم بفقرات رمضان والناس، ومن ضمن هذه الفقرات فقرة مطبخ رمضان والناس بأطباق شهية ومميزة، وكالعادة مع الشيف تهاني. رمضان كريم عليك شيف تهاني، ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب، مساء الخيرات عليك وعلى حمير، رمضان مبارك إن شاء الله على الجميع. هلأ اليوم راح نعمل وصفة جديدة نوعا ما، يعني هي منتشرة شوي على السوشيال ميديا، صارت الناس تعرفها وحبتها كثير، انا من ناحيتي كثير حبيتها، وصفه جدا مميزه، وحتى عندي بالبيت كثير حبوها، اللي هي اسمها مدفون الدجاج. مدفون الدجاج او مضغوط الدجاج، الاغلبيه يحبوها. اللي هي مضغوط الدجاج، ممكن ناس بسموها مضغوط دجاج، ممكن ناس بسموها مدفون الدجاج. الوصفه من اسمها مبين محتاجين للدجاج، ممكن تنعمل باللحم اللي بحب اللحم. محتاجين للدجاجه كامله مقطعه مغسوله منظفه طبعا. رح نتبل الدجاج، اول شيء رح نحكي تتبيلة الدجاج. عندي عصير طماطم ما يعادل تقريبا كوبين من عصير الطماطم، او مثلا نبشر طماطم اذا عندنا حب طماطم احمر. رح نهرس معهم 4 حبات من الثوم، زيت زيتون، عندي بصله كامله، ملعقه كبيره من صلصه الطماطم. البهارات حتكون عندي الكزبره، الكمون، الفلفل الاسود، بالاضافه للهيل الناعم المطحون. عندي رشه قرفه، نقول تقريبا ربع معلقه من القرفه المطحونه، البابريكا والكركم الناعم. راح نتبينه طبعا بالملح. لحتى نشغل الارز، راح نشغل الارز اليوم، محتاجين للومي، ورق الغار، طبعا الملح لحتى ننكه ميه السلق. المدفون الدجاج مميز فيه انه فيه كميه خضار كثيره، طبعا حسب الرغبه ممكن الانواع الخضار اللي بحبها استعملها، يعني النوع بين الخضار عادي راح ننوع، ممكن مو شرط هذول، ممكن بهارات خضار ثانيه. راح نحتاج بصل، طماطم، جزر، البيبر اللي عندي استعملت الأخضر والأحمر، ممكن نوع واحد منهم. رح نستعمل البسباس الأخضر، بالإضافة للبطاطا المقشرة، طبعا طيب بتطلع طعمتها طيبة إن نكتر بطاطا، فلحتى هيك استعملت تقريبا حبتين كبار
من البطاطا هي فقط مكوناتنا لليوم. طبق سهل جدا على فكره. الحلو فيه انه بوان بان يعني رح نستعمل نعمله بطنجره واحده ما ناخذش يعني اواني كثيره بالمطبخ، ما يكونش المطبخ يعني مدهوش ومعجوق كذا. اذا مشاهدينا اللي حابب انه يطبق هذه الوصفه بنعيد عليكم الان المقادير اللي قالتها الشيف تهاني على الشاشه عندكم، يا ريت تحفظوها وتسجلوها، اكيد الوصفه لذيذه جدا وايضا بتكون حلوه. المقادير الان بتظهر عندكم على الشاشه، والمقادير هي لوصفه اليوم دجاجة مقطعة، وتتبيلة الدجاج بتكون بصل، كوبان عصير، طماطم، 4 ثوم، وملعقة صغيرة من الكمون والكزبرة والبابريكا والكركم والهيل والفلفل الأسود والقرفة، وملعقة كبيرة أيضا من صلصة الطماطم، وشرائح من البصل والبطاطا والفليفلة، ممكن تختاروا الفليفلة الملونة الأحمر كما اختارت الشيف تهاني، وأيضا طماطم وجزر، أي أنواع من الخضار تحبوا تضيفوا للدجاج المدفون، وأيضا زيت زيتون وملح ولومي ورق غار، وثلاثة أكواب رز بسمتي وفحم، هذا بالنهاية لما تجيب نكهة للأرز، وأخيرا زيت نباتي. هذه المكونات الأخيرة كلها لمكونات غالية الأرز وطبخ الأرز لوصفة اليوم. طبعا احنا ما حكيناش اليوم رح نستعمل اخر شيء، رح نعطيها نكهه السموكي، فرح نشعل فحمتين ونطفيهم بشويه زيت نباتي. هلا اول خطوه رح نبدا اليوم بشخل الارز. انا حبيت هالوصفه لانه هاي طريقه شخل الارز تطلع الرز مضبوط اكثر شيء يعني. الوصفات اللي فيها الارز اللي هو بدنا نقول مسلوق، بسلوق بمي وفيره بس بقولوا له شخل الارز، بتكون اضمن بانه الرز ما يخبص معي وما يعجن معي وما يعني يطلع مزبوط حبه بحبه ويطلع نثري. رح ابدا بالمي المغليه زي ما دائما بنحكي، لازم تكون المي مغليه تقلب معي، مش لازم تكون اقل من درجه الغلي يعني. على فكره لما تكون المي مغليه الارز على طول ينضج يعني، ما ياخذ ينضج اسرع كبير. ما بيعجن يعني اذا الماء بارد رح يركد الارز ورح ياخذ وقت اكثر. رح نتبله بالملح، ورح احط حبتين من اللومي وحبتين ورق الغار، رح هدول نحطهم على النار يغلوا مع الماء، ورح هلا نسكب كمية الأرز المغسولة والمنقوعة. عندي هون 3 أكواب من الأرز، رح نحطهم كلهم. يعني مقدار الأرز كافي إنه يكون لأسرة ممكن انه لا كميه منيحه أيوة كبيره، كميه مناسبه جدا يعني بتكفي من 4 لـ5 اشخاص اكيله يعني نقول 4-5 اشخاص اكيله ياكلوا كثير. هلا برمضان دائما سبحان الله ما في هالقابليه، او لا يعني مش ما في قابليه، عاده بيكون في اصناف كثير على السفره، فما بيكون كميه الاكل اللي من الطبق الرئيسي نفسها في الافطار. عاده بالصيام بيكون في شوربه، في سلطه، في تمر، في سمبوسه، هاي الاشياء عشان كذا نشبع سريع بالرمضان. من الحيز طبعا تاخذ من الحيز. هلا راح نبدا بتجهيز تتبيله الدجاج. راح نحتار الخلاط الكهرباء لو سمحتي، هذا المنقذ دائما بالمطبخ. هلا اذا ما في عندي عصير طماطم، طبعا ممكن نحط الطماطم جاهزه في البلندر، نحط لنا 3-4 حبات وبكون تمام. راح ابدا بعصير الطماطم، نستبدله بحبات طماطم كامله، نحط تقريبا 4-5 حبات. راح اضيف البصله، راح نصغرها شوي. هذا الان تتبيله الدجاج المدفون. الوصفه هاي انا حبيتها، عملت ميكس حسيتها بين 3 طبخات بين البرياني شوي اللي هي نفس المبدا، بنشغل الارز والمضغوط كمان والدجاج التركي. الدجاج التركي شبيهه تتبيلته بهاي التتبيله وبين المقلوبه انه في خضار يعني، طبعا يعني بتحسيها 3 طبخات ناخذ شوي طعمات من هاي ومن هاي ومن هاي، فهذا المميز هذا اللي حبينا فيها. راح نضيف صلصه الطماطم، هنجيب معلقه يعني اللي يحبوا الارز والدجاج هذه الوصفه جدا بتعجبكم. ان شاء الله اروح اطبقها اليوم بالبيت. ان شاء الله. الحلو انه هلا في وقت للاذان. راح نحط ملعقه كبيره من الصلصه، زيت زيتون تقريبا 1/4 كوب من زيت الزيتون، وراح نضيف هلا بقيه البهارات. عندي البهارات زي ما قلنا الكزبره والهيل مطحون، بالاضافه للقرفه، رشه القرفه. احنا ما بنكثر قرفه دائما على اللحم يعني مش صديق كثير للقرفه، عاده القرفه بتيجي اكثر مع اللحم، مع اللحم محل بدات الدقه، بدات الدقه المفرومه بتطلع اطيب. راح نضيف كمان فلفل اسود، البابريكا،
الكركم. راح نحركهم مع بعض نضربهم بالخلاط. نجيب الغطاي. راح نضربهم بس انه يعني بس بدنا نحط ملح عشان ما ننسى كالعادة. أنا دائما بنسى أحط الملح. نحط تقريبا معلقة كبيرة من الملح. هنحركهم. عاد الملح لو نقصنا شوية لو نقص بس ما يكونش معدوم بالمرة. يعني أنا أوقات بعمل بس لو زاد هنا المصيبة هنا المشكلة. سنحرك الأرز لو سمحتي. هلا هيك كم يا بكم بياخذ وقت الارز؟ بدناش نسوي كثير، انا بدي 7 دقائق اخلي، بدي الحبه فيها قرشه لانه انا في حيكون في سائل مع الدجاج رح يكمل نفس مبدا البرياني او تمام. الزربيان. نحط هذا الخلاط عندك لو سمحتي. هلا رح نبدا ب تتبيل الدجاج. رح نجيب قطع الدجاج راح نحطهم حتى يبين معنا. راح نحط قطع الدجاج. انا دجاجه كامله بجلدها، ممكن اللي بحب يستغني مثلا يشيل الجلد، ممكن يستخدم قطعيه معينه من الدجاج، افخاذ او صدور، اي قطعيه بتحبوها من الدجاج ممكن نستعملها. هو الافضل بهذه الوصفه نشيل الجلد او لا؟ هلا ممكن تشيلي لانه انا مش رح احمره. يعني يفضل اللي بحب ياكل الجلد مو محمر يشيله، بس بيعطي دسامه في الطبق، يعني ممكن يتشال وقت الاكل. بس اللي ما بحبه مو محمر لانه مش رح نشيله ونحمره، خلص حيضل على الـ هو صراحه داخل الجلد. الدجاج يكون حلو لما يكون مشوي او محمر يكون اطيب. فهيك حاله ممكن نشيل الجلد بيطلع احسن. رح نحركه مع بعضه بهي الشكل. نتبل كل قطع الدجاج، اتاكد انها تغلفت كلها. هلا رح نحطها على الجنب. رح نبدا بالتطبيق بالطنجره. نطبق اول خطوه لحتى نستنى كيف كميه الارز يستوي معي داخل الماء. هلا رح نجيب طنجره. طبعا اي طنجره عندكم رح تدخل النار، رح نستعمل هاي اليوم. رح نبدا اول شيء رح ابدا باضافه شويه زيت نباتي بالقاع لانه رح نرص الخضار بالاسفل. حطيت شويه زيت نباتي. نقدر نجهز متبل الدجاج يعني من اليوم الاول؟ ممكن ممكن حتى من قبل بيوم ممكن اتبله وانا احطه بالفريزر. اختصار يعني للوقت يعني اللي يعني عنده اشغال ومش فاضي او عندهم دوامات ممكن انه يختصروا عليهم الجهد والوقت. يعني حتى هاي التتبيله ممكن انا اشويها صينيه لحالها بدون وصفه ثانيه، لحالها احطها بالصينيه احط معها شويه بطاطا بتطلع طيبه. راح نجهز الخضار اللي راح تنحط في الصينيه. راح نضيف البصل زي ما حكينا انواع الخضار اللي بتحبوها. ممكن نستغني عنه، ممكن نستغني عن الجزر، ممكن نستغني. هلا البيبر بيعطيها طعم طيبه، ممكن نقلل كميه البيبر اللي بحبش البيبر كثير فيها. راح نقطعه اقطعها بايدي اسهل. ممكن نضيف الزهره او البروكلي. شوفي في خضار القرنبيط بالذات بحسه بده قلي، ممكن ينقلى، بس مو في احتمال انه يستوي زياده لانه انا كله بدي احطه ناي والدجاج ناي. بدي اختار نوعين انواع خضار تحتاج لها يعني وقت يعني اطول مع البصل مع استواء الدجاج تكون مناسب وقت نضجها يعني. رصينا البصل. راح نرص باقي الخضار. نرص الفليفله، اخترنا الخضراء والحمراء، وراح نضيف برضو الجزر نوزعه. نرص الطماطم، انا اكتفيت بحبه طماطم واحده لانه اصلا الوصفه فيها طماطم. نرص فوقها البطاطا. زي ما حكيت لكم البطاطا كثير طيبه، كثير تعطيها طعمه طيبه فكثرت يعني. اللي ممكن بده اللي ما بحبش البطاطا كثير ممكن يخفف من يعني الخضروات لكم حريه الاختيار انكم تختاروا الخضروات اللي تحبوا بهذه الوصفه، لكن البطاطا اكيد انه بتكون متواجده. هلا نادر لتلاقي حدا ما بحبش البطاطا. الكل تقريبا الكل يحب البطاطا، انه البطاطا طعمتها طيبه. هلا الخطوه الاخيره انه راح نضيف الدجاج. الدجاج راح نرصه فوق. اول شيء راح اخليه على الجلد من تحت، اللحم من تحت لحتى يعني كميه اللحم فراح يستوي، محتاج لدرجه سواء اعلى، فلحتى هيك بخلي اللحم من تحت. وقت ما نخلص ممكن نقلبه. بحطه بهذا الشكل. كم بياخذ وقت عاده؟ هلا بده هاي الخطوه بدها ساعه عنا. ساعه كامله، ساعه لحتى ينضج الدجاج. لحتى هيك احنا حضرنا طبق مشابه هذا بس لسه على النار بده وقت ليستوي، بس رح نورجيكم كيف الطريقه.
نسكب باقي الصوص اللي عملناه جهزناه، صوص الطماطم فوق الدجاج وفوق الخضرة. هلا الخضرة رح تاخذ من نكهة تتبيلة الدجاج، مش محتاجين نحط لا بهارات ولا نتبلها بأي شيء. هيك عندي جاهز صينية الدجاج. طبعا ممكن نضيف بسباس، احنا نسينا نضيف البسباس. ممكن البسباس اما نقطعه بالسكين، ممكن نحطه بالقاع، راح نحطه هون بالمجمل راح يعطيني نكهة. اه انا كنت بسألك وين بتحط البسباس؟ نسينا. هلا في الخطوه هي مش راح نضيف مي ابدا، لانه انا راح احصل على مي، كميه مي كثير من الخضار، من الخضار والتتبيله كمان. التتبيله الطماطم الدجاج كله راح يطلع مي. راح نحط حبات اللومي، نحطهم على الاطراف، وراح نحطهم اول شيء على نار عاليه لحتى نحس ريحه الطبخه طلعت، وبعدين راح نوطيها على درجه حراره متوسطه. راح نبدا مع بعض بالخطوه الثانيه. هلا نتركها زي ما قلنا لحتى ينضج معي، بدها ساعه. احنا اوريدي حاطين طبخه شبيهه زيها على النار، يعني بضايلها شويه وقت لحتى تنضج. بعدين راح نطبق، نورجيكم كيف تطبيق الطبخه، وراح تعجبكم كثير. اكيد بتعجبنا، شفت تهاني دائما الاطباق اللي تعمليها لذيذه جدا. مشاهدينا اكيد بنرجع للشيف تهاني نشوف الخطوه الثانيه لوصفه اليوم اللي منتظريننا. نذهب لاستكمال باقي فقرات رمضان والناس، خليكم معنا. مرحبا مجددا. حقوق الجار من القضايا المهمة في الإسلام، حيث تم التشديد على أهمية معاملة الجار بالإحسان في القرآن الكريم والسنة النبوية. فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. صدق الله العظيم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا يجعلنا نتساءل عن أهمية الإحسان إلى الجار، لماذا شدد الله عز وجل ورسوله الكريم بالإحسان إليه؟ فللإجابة عن هذه التساؤلات والحديث أكثر عن الإحسان للجار سيكون معنا ضيفا عبر الأقمار الصناعية الشيخ عبد الستار الشميري، وهو إمام جامع القرشي. أهلا وسهلا فيك شيخ عبد الستار، وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير وجميع أبناء اليمن وأبناء الأمة الإسلامية. نعم يا مرحبا فيك يا شيخ. يعني الشيخ كما ذكرت في المقدمة، في آيات قرآنية، في أحاديث أيضا نبوية كثيرة توصي بالجار، يعني ما أهمية الإحسان إلى الجار في الإسلام، وما هو التعامل الحسن مع الجار؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حثنا على الإحسان بالجار، ورد من ضمن الحث على أمور كثيرة إلى قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. لأهمية الجار في الإسلام، الله سبحانه وتعالى أورد نصا قرآنيا للاهتمام بهذا الجار، وأنه حق وواجب على الجار أن يحسن إلى جاره. نعم. والأحاديث النبوية كثيرة وردت بالحث على الجار، وكذلك التطبيق النبوي للنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من مناحي حياته، كيف كان يحسن إلى جيرانه. أيضا يعني شيخ التشديد على الإحسان إلى الجار ربما من الأمور المخيفة، فقد جعله الرسول صلى الله عليه وسلم سببا لدخول الجنة في حديث: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فالموضوع شوي مخوف، فقد يتساءل الكثيرين إذا ما هي ربما أهم المبادئ والقيم الحسنة التي ينبغي على المسلمين الالتزام بها في تعاملاتهم مع جيرانهم شيخ؟ الإسلام شرع مبادئ كثيرة وآدابا كثيرة للوصية بالجار والإحسان إليه. من ذلك عدم أذية أولا، قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائق، يعني شروره وأذاه. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في نصوص أخرى يعني بيّن أن الأذية الجار ربما يتضاعف إثمها 10 مرات،
قال في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله. قال لأن يزني الرجل بعشر نساء أهون عند الله من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون عند الله من أن يسرق من بيت جاره. وهذا لضمان حقوق الجار ولكي يصبح المجتمع المسلم متماسكا متآخيا، لا تدخل فيه المشاكل والقلق والفوضى. نعم، يعني عند هذه النقطة تحديدا خلينا نقف شوي نحن وان شيخ عبد الستار. يمكن الجميع سيتساءل، ربما كثيرين سيتساءلون، ما هي الآثار الإيجابية والفوائد التي تعود على المجتمع وعلى الفرد من الإحسان إلى الجيران؟ من الفوائد الإيجابية التي تعود على الفرد والمجتمع أن المجتمع يعيش في أمان، يأمن الجار جاره، يأمنه على عرضه وعلى ماله وعلى أهله، أيضا يسود التكافل الاجتماعي، أيضا الجار يضمن حقوقه، حقوق جاره. الشريعة الإسلامية فرضت منظومة من التشريعات للإحسان إلى الجار لكي تعود الفائدة على المجتمع. أنت عندما تحسن إلى جارك تحببه إليك فتسود المحبة والمودة، وهكذا وجارك يحسن إليك وهكذا، فيصبح المجتمع مجتمعا مترابطا متماسكا متآخيا، يصبح كتلة صلبة أمام الأعداء. أما عدم الوفاء بحقوق الجيران أو الانتقاص منها فإن هذا يؤدي إلى تفكك المجتمع وإلى الكره والبغضاء والخوف، كل يخاف من جاره، فهذا يؤدي إلى التفرقة والضعف للأمة الإسلامية. فالأمة عندما تهتم بهذه الحقوق، الإسلام ما شرع هذه الحقوق إلا لمصلحة الأمة. أنت عندما تحترم جارك أنت تستفيد، تأمن نفسيا، ترتاح نفسيا، يعني تخرج من بيتك وأنت آمن، لأن الجيران يهتمون بك. هناك كثير من القصص وردت في التاريخ الإسلامي أو في حياتنا اليومية للجيران الذين يحسنون إلى جيرانهم، كيف عادت عليهم، كيف عادت هذه الفوائد عليهم. ومن تلك في هنا قصص لكن لا يتسع المجال لذكرها. نعم شيخ، يعني ربما حتى الأمثال الشعبية ما غفلتش هذه النقطة، ويقال دائما الجار قبل الدار، قبل أن تختار مكان سكنك اختار من ستجاور. قالوا الجار قبل الدار، وقال هناك شاعر قال يلومونني أن بعت بالرخص دارية ولم يعلموا أن هناك جارا ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة فإنها بجيرانها تغلو الديار ترخصوا. وهنا نعم قالوا إن أبا حنيفة كان له جار عرض منزله بألفي درهم، قالوا له هذا المنزل لا يسوى إلا ألف درهم، قال ألف درهم قيمة المنزل وألف درهم جوار أبي حنيفة. وهناك أيضا جار أبي حنيفة عندما ذهب إلى قسم الشرطة وأخرجه من القسم، هذا الجار كان جار يهودي، كان جارا يهوديا، فكان يؤذي أبا حنيفة ولكن أبا حنيفة كان يصبر. نعم. فأخرجه من قسم الشرطة فكان سبب الإسلام. نعم شيخ، يعني شيخ وحضرتك بتتكلم عن أبو حذيفة كان جاره يهودي، ولكن إحنا الآن ما فيش جيران يهود، ولكن في جيران لديهم ميول طائفية ربما أو سياسية مختلفة عننا، لديهم عادات وثقافات ربما مختلفة عننا، فكيف يجب أن نتعامل معهم بإحسان؟ الجيران في الإسلام ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، الجار القريب المسلم، وجار مسلم يعني ليس قريبا فهذا له حق الجوار وحق الإسلام، وجار ليس مسلما يعني على دين آخر أو ليس أو بلا دين فهذا له حق الجوار. فلدينا نموذج في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع جيرانه، فأنت بتعاملك الحسن مع هؤلاء الجيران ممكن تؤثر عليهم ويدخلون في الإسلام أو يكفوا أذاهم عنك أو يخففوا من مظاهرهم التي تتناقض مع الإسلام. فكلما أحسنت إليهم كلما أحرجتهم وجعلتهم يتجنبون التصادم مع أسرتك أو مع حيك أو مع مجتمعك. فالإحسان إلى الجار قد يؤدي أحيانا إلى إسلامه، وإن لم يؤدي إلى إسلامه يؤدي إلى احترامه لهذا الدين وهذه المبادئ السمحة وهذه المبادئ
الجميلة القيمة. نعم، يمكن للأسف الآن بعض المشاكل في مجتمعاتنا بأن بعض الأسر بتربي أبنائها على ضرورة أخذ الحق باليد حتى لو من جاره، في الآخر ما هو جار فرض نحن نتعامل معه بإحسان، فكيف بتأثر التنشئة والتربية الخاطئة على أبنائنا مستقبلا في تعاملاتهم مع جيرانهم؟ نعم نعم، وهذا يعود إلى نقص في التربية، نقص في التعليم، نقص في توضيح مبادئ هذا الإسلام وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الجوار وغرسها في النشء وهم ما زالوا صغارا. ربما كثير من الأسر لا تتطرق لحقوق الجيران، ربما يعني الجيران الأطفال يلاحظون أن أباهم أو أمهم ممكن لا يتزاورون ولا يتبادلون التحية مع جيرانهم الذين هم الشقة في باب الشقة يعني متقاربين، فالأطفال وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فعندما يرى الأطفال النشأ هذا يرى يعني قيمة هذا الجوار ويرى إحسان أبيه إحسان أبيه وأمه إلى جيرانهم يصبحون قدوة له فيقتدي بهم. نعم، يمكن حتى من الحاجات الجميلة اللي شفناها انتشرت في السوشيال ميديا خلال هذه الأيام المباركة أنه في جيران بدأوا الآن لما يكون عندهم أعمال صيانة داخل منازلهم بيعلقوا لوحة فوق المنزل اعتذارا لجيرانهم وبيحددوا فيها المدة التي سيستغرقونها في أعمال الصيانة الخاصة ببيتهم أو بمنزلهم. فكنا حابين نعرف منك يعني شيخ عبد الستار إذا في هناك آداب يجب وضعها بعين الاعتبار حتى يمكن مكركنا السيارة أمام بيت الجيران، بعض هذه الآداب التي يجب أن نوصي بها أنفسنا والجميع من المشاهدين إذا ممكن حضرتك تذكرها. نعم، من الأدب أولا احترام الجار، احترام له وتقديره، التحية الجار، السلام عليه، مشاركته في المناسبات في أفراحه وفي أتراحه، ربما يعني مثلا إذا أراد الجار أن يخرج بأولاده إلى تنزه أو كذا يعني ينسق مع جيرانه ويخرجون مرة واحدة، يعني هذا كله أثر. ايضا هناك بعض يعني بعض السلوكيات مثلا ماذا 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 سيحدث لو الجار يعني عزم جاره او جمعوا الاكل، يعني مثلا جمعوا الاكل اسرتين فالنساء ياكلن لوحدهن والرجال لوحدهم وهذا يؤدي الى نوع من التآلف، يعني مثلا عدم رفع مثلا الاصوات داخل المنزل او رفع يعني مكبرات الصوت وخاصه في يعني إيذاء الجيران في عندما يكون هناك مرضى أو كذا، فالمشاعر هذه عندما يحس الجار بأن جاره يراعي مشاعره ويحافظ على حقوق جاره هنا تزداد الألفة وتزداد المحبة وتزداد الصلة والتقارب بين أبناء المجتمع ويصبح مجتمعا متآخيا متحابا متماسكا، بحيث لو الجار هذا انقطع أو عن أهله أو غاب يحل جيرانه محله في أي مشكلة أو في أي شيء يحدث لأهله، يمشي من بيته وهو آمن نفسيا، آمن على نفسه وآمن على أهله وآمن على أولاده. أذن الشيخ عبد الستار الشميري كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، الله يعطيك العافية شيخ، كل عام وأنت بخير مرة ثانية. وأنتم كذلك، وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. إذن مشاهدنا الكريم، يمكن للجار أن يكون نعمة أو نقمة، ولكن يقال بأن نسبة كبيرة من تحويلها إلى نعمة أو نقمة هي بتعاملاتك أنت وبتصرفاتك أنت مع جيرانك باحترامك لخصوصيتهم وبتقديرك ومحبتك لهم، سينعكس ذلك على تصرفاتهم معك. نتمنى للجميع حياة مستقرة وسالمة، وإحنا مستمرين معكم في هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل. يا حافظ خير الكتب بكر راجل عقل الدب عقلك الاحمر يعني شقر من عنده الا وقابني وهو ينتسف من البرد وخبطوا خبطه على الراس لما فرقوا نصين اشي طرحي قليل قال ما تجري طرحي تروحه طيب والفلوس الاول الذي سلفت به زر الطيح. هذه الالفاظ لهجه فصيحه وقراءه قرانيه نزل بها القران. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وإمالة تاء التأنيث في أغلب مناطق اليمن كصنعاء وإب وأبين وريف تعز ولحج والضالع وريمة، مثلا في أرقية يقولنا أرقية أو
ستة ستة. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. اللهجات العربية وعلاقتها بالقراءات القرآنية قديمة قدم هذه اللهجات في تاريخها وفي استعمالها. أصل اللغة الضادية لهجة وقراءة. مرحبا بكم مشاهدينا جميعا أينما كنتم في فقرة المسابقة لحلقة اليوم. تعتبر كرة السلة واحدة من الرياضات الشعبية والمحبوبة في جميع أنحاء العالم، وتتميز بسرعتها وحماسها الذي يجذب الجماهير بشكل كبير، حيث يتم لعبها بين فريقين ويسعى كل فريق لإحراز أكبر عدد من النقاط في سلة الخصم. تماما، لكي يتمكن أكيد الفريقان من المنافسة بشكل عادل يتم تحديد عدد اللاعبين في كل فريق بشكل محدد. وسؤال فقرة المسابقة إذن اليوم مع الزميل عبد المجيد الخديري في تعز، كم عدد لاعبي كرة فريق السلة؟ ومن يعرف هذه الإجابة سيحصل على جائزة مالية كالعادة. من 11 لاعب يتكون فريق كرة القدم، وهذا اللي الكل يعرفه والسهل، لكن سؤالنا اليوم كم عدد لاعبين فريق كرة السلة؟ والسؤال عليه 30,000 ريال. وخلونا نبدأ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. هل تتابع الرياضة؟ يعني نص بنص. إيش فريقك المفضل؟ والله هذا يقول نسيت مصلو. طيب بدون ما تعرف الرياضة أنا بسألك، بقول لك الأسماء وأنت تختار، برشلونة ولا ريال مدريد؟ برشلونة. أنا عجبني برشلونة يعني. حبيبي برشلونة، وأنا كمان برشلونة. طيب بخصوص أنك تشجع برشلونة، معنا سؤال عليه 30,000 ريال، والسؤال يقول كم عدد لاعبين كرة السلة؟ 8 كذا، ما بين 8 و10. شكرا لك. وهنا كانت السؤال والإجابة كانت 8، لكن في السؤال التالي والشخص التالي سنعرف إن كانوا 8 أم أكثر أم أقل. خلونا نواصل. تابع بعضهم. يمني ولا أوروبي ولا يمني؟ رياضة يمني. إيش من نادي تشجع يمني؟ الأهلي. نادي الأهلي. كم عدد لاعبين كرة السلة يمنية؟ لا لا، كرة السلة كم عدد اللاعبين داخل الميدان في كل فريق؟ والله ما ادري. طيب ايش من نادي تشجع كذا؟ الريال. الريال. طيب ولا بنجيب لك ريال. طيب بقول لك انا، في معنا سؤال عليه 30,000 ريال، والسؤال كم عدد لاعبين كرة السلة؟ 8. 8؟ ايوه. طيب انت تقول 8، في هنا شخص سمعتك تقول انت تعال تعال الكاميرا، اطلع بالكادر شويه. كم قلت عدد لاعبين كرة السلة؟ 11 فريق. الفريق الواحد 6. الفريق الواحد 6، مش 6، لكن أنت قربت جدا. 7. كنت قربت جدا. 8. إذا 8 الإجابة خاطئة. 9. 9. 9. 8. إذا هنا نسمع شخص يقول كم قلت أنت؟ 5. 5. إيش اسمك؟ جمال عبدو غالب. إذا هنا جمال عبدو غالب يقول أن عدد لاعبين كرة السلة والعدد يقول كم؟ 5. إذا 5 والإجابة صحيحة. يعطون الجائزة 30,000 ريال مقدمة من برنامج رمضان والناس، تستحق الجائزة. أسمع تحية، ألف مبروك. يا من الله. يلا ألف مبروك. يا سلام عليك عبد المجيد، رسمت البسمة في وجوه الكثيرين. إذن وألف مبروك أكيد لمن حصل على هذه الجائزة. مشاهدينا الأكارم، يعتبر شهر رمضان فترة مميزة ومباركة للمسلمين حول العالم، لكنه قد يصحبه بعض التحديات الصحية، من أبرزها هو الصداع الذي يصيب العديد من الصائمين خلال شهر رمضان المبارك. إذن وعادة ما تشكل الأيام الأولى قلقا لمرضى الصداع النصفي في رمضان بسبب الاختلاف المفاجئ في الأنماط الغذائية والحياتية أيضا، فما أسباب الصداع وكيف يتم التعامل معه؟ مشاهدينا تفاصيل أكثر عن الصداع الرأس في رمضان، نتابع وياكم هذه الفقرة.
كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أنا معكم المدير الطبي في مستشفى عبد الهادي الدكتور فادي أبو شهاب. راح نتحدث عن أكثر الحالات الطارئة اللي بنشوفها بأثناء شهر رمضان. من المعروف أنه شهر رمضان بتزيد فيه حالات الطوارئ، ومن أكثر الحالات الطارئة اللي بنشوفها في قسم الطوارئ في شهر رمضان خاصة ما بعد فترة الإفطار هي التلبكات المعوية وآلام البطن، سببها معروف اللي هو الإفراط في وجبة الفطور. احنا يعني أثناء فترة الصيام احنا تقريبا ممكن توصل 12 ساعة صيام، المعدة بدها تشتغل من أول بجديد، فإحنا لازم نهيئ المعدة عشان ما نتعرض للتلبك المعوي. ننصح الصائم أنه يعني يفطر على 3 تمرات، شرب كوب من الماء أو صحن شوربة، وبعدها الانتظار قليلا ممكن يروح للصلاة، وبعدها استراحة بسيطة، وبعدها يرجع للوجبة الرئيسية. وننصح بعدم الإفراط في الوجبة الرئيسية، وذلك لتهيئة المعدة وما نتعرض للتلبكات المعوية والاستفراغ وآلام البطن خاصة فترة بعد الفطور. ومن الحالات اللي منشوفها بقسم الطوارئ أثناء شهر رمضان حالات الصداع. الصداع كثير أنواع، ممكن يكون الصداع الاعتيادي اللي أي إنسان بشعر فيه، وممكن يكون نوع من أنواع الصداع النصفي. هاي الحالات بنشوفها بقسم الطوارئ خاصة في فترة الظهيرة أو ما بعد الظهيرة، خصوصا الناس اللي متعود إنه الصبح يشرب قهوة، الناس المدخنين يعني بنقطع مرة واحدة عن الكافيين أو عن النيكوتين فبتعرض لصداع، وبيجي على الطوارئ بالفترة زي ما حكينا ما بعد الظهر. إحنا بننصح بالعادة هدول الناس إنه أول إشي أول أيام من شهر رمضان قبل السحور يشرب 2 بنادول، ممكن بعد السحور يشرب فنجان قهوة لتعويض الجسم عن الكافيين، وإذا حس بصداع شديد جدا ممكن يتوجه لقسم الطوارئ ليتم علاجه في قسم الطوارئ. ونتمنى السلامة للجميع. يعطيك ألف عافية دكتور على كل هذه النصائح، ألف سلامة على الجميع، إن شاء الله تكونوا يعني أخذتوا بعين الاعتبار كل التفاصيل اللي ذكرها الدكتور، سجلوها عندكم حتى ملاحظات عشان تشاركوها مع أصدقائكم، لأنه الصداع بيكون للأسف شائع بين الكثيرين خلال هذا الشهر الفضيل. مشاهدينا مستمرين معكم في هذه الحلقة، في هذه الأثناء أترككم مع مطبخ رمضان والناس، ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا مجددا في مطبخ رمضان والناس في الخطوة الثانية. أكيد إنكم منتظرين تشوفوا إيش صار مع الشيف تهاني بوصفتي اليوم. إيش صار معك شيف تهاني؟ هلأ إحنا بالخطوة الأولى طبعا جهزنا مدفون الدجاج اللي هي الحشو تبع الأرز، كان عبارة عن الخضار اللي نقناها إحنا قلنا حسب الرغبة، وكان عبارة عن الدجاج وتتبيلة الدجاج اللي هي البصل مع الطماطم والثوم والبهارات. حطنا على النار زي ما قلنا بتاخد ساعة كاملة، بدها ساعة لحتى تنضج معنا. نضجت، انت شايفة هذا السائل كله ما أضفت كله من الخضروات والخضار والدجاج أبدا ما أضفت مي، حتى يعني حاولت أخليها فترة أطول شوي لحتى تتبخر شوي مي. طبعا شخلنا الأرز ونضج معي زي ما احنا شايفين، بس يعني ضل شوي فيه يعني نكمل السوى مثل السوائل الموجودة داخل الدجاج. ورح نعطي اليوم طعمة التدخين، اللي بحب طعمة التدخين للأرز طعمة التدخين بالأرز. أكيد إنه في أغلبية الناس يحبوا كمان إنه الرز يكون مبخر. هلا بصراحة أنا أغلب الأطباق بعملها بنفس الطريقة، بنحط لها اللي هي الفحم مع الزيت. هلا يقال إنه أو الأصل في طعمة السموك اللي تعطيك النكهة الطيبة نستعمل دهن الخروف أو دهن الضاني، مش بالزيت النباتي، تعطيك نكهة وريحة يعني مختلفة. نعمل التبخيرة بدهن الخروف. بدهن الخروف. بتطلع النكهة والطعمة جدا مختلفة. فكرة. يعني اللي بجربها ما بجربوها كمان انتم. بس لأنه الدهن مش دائما توفر، أو اللي احنا بنحكي لها اللي مش دائما متوفرة، فنستسهل استعمال الزيت النباتي. أضفنا الأرز، راح أهزها لحتى الأرز يدخل بالفراغات بين الدجاج وبين الخضرة. هلا الخطوة اللي بقيت معي بس إني أحط له
الفحمة، رح نحط الفحم القصدي اللي عملته زي الصحن، رح نضيف فحمة أنا مشعلاهم من بدري، أو حتى إذا مش متوفر معكم قصدير ممكن ببصلة، قشرة بصلة طبعاً تحطوه، أنا جربت وتحطوه وتعملوا الفحمة وعلى طول، أو حتى ممكن في إذا صحن معدني مثلاً ستيل ممكن يتحمل إنه ما ينكسر من حرارة الفحم. راح نضيف الزيت بسرعة بسرعة بسرعة، نغطيها بسرعة نغطيها بسرعة بسرعة. راح تشرب التدخين مع وهي بنفس الوقت عم تطبخ، يعني هيك برضو كسبنا 2-1 بالعادة، من يعني من نسوي الأرز بعدين نحط له الفحم، هيك أنا بكسب وقت واثنين في واحد. كم نخليها على النار لحتى تماما تستوي؟ هلا بدها ربع ساعة، ربع ساعة لحتى تتشرب تماما، لأنه زي ما قلت أنا الرز لسه فيه يعني مش مستوي بالمية. نخليه لحتى يستوي. راح يكمل نضج وراح يجف السوائل في الأرز وراح تعطيني طعم طيب. يعني هذه الوصفة تأخذ ساعة كاملة لحتى تنضج أو ينضج الدجاج، وأيضا ربع ساعة لحتى ينضج كامل كامل الطبق أو الأرز بالأصح. إذا مشاهدينا اللي حابب انه يطبق هذه الوصفه، الشيف تهاني بتسترجع المقادير للمدفون، كانت الخضار ايشي اضفنا الخضار بالبدايه كانت عباره عن بصل وطماطم جزر بطاطا، اضفنا البيبر كمان الملون الاحمر والاخضر تمام، اضفنا فوق الدجاج المتبل زي ما حكينا بخلطه الطماطم مع البهارات والبصل والثوم، تركناه لينضج لحال بدون اضافه السوائل، وبس شخنا الارز سكبناه فوقه تركناه على نار هادية لحتى يكمل نضج. رح نتركه هلا زي ما حكينا بده ربع ساعة تقريبا، بعدين رح نجيكم نورجيكم بالشكل النهائي. يعني وصفة ولا أسهل ممكن تعتمدوها بطبقكم اليوم وقت الفطور، وألف صحة وعافية. أكيد بنشوف الشكل النهائي مع الشيف تهاني، ولكن قبل ذلك نذهب لاستكمال باقي فقرات رمضان والناس. يعطيكي ألف عافية شيف تهاني، أكيد بنرجع لك، خليكم معنا. مرحبا مجددا مشاهدينا الأكارم، رحلتنا هذه المرة في مكان من زمان إلى مدينة مأرب ومع عرش بلقيس أو ما يسمى بمعبد بران، وهو من أهم المواقع الأثرية في اليمن والجزيرة العربية ككل، فهو شاهد على عبقرية حضارة سبأ وتقدمهم في فنون العمارة والنقش والزخرفة، كما يساعدنا على فهم معتقداتهم الدينية وطقوسهم والحضارة التي ما زالت هذه المعالم شاهدة عليها والتي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم. لنتعرف مشاهدينا وإياكم على تاريخ اليمن وحضارة سبأ العريقة، وأيضا كانوا السياح ينجذبون إليها ليعرفوا تاريخ اليمن وحضارة سبأ العريقة. نتابع وإياكم. تراث وهوية معبد بران أو ما يسمى بعرش بلقيس يقع شرق محافظة مأرب، حيث يبعد عن معبد أوام 3 كيلومتر، ويمتاز هذا المعبد بخصوصية العبادة الخاصة بالملكة والطبقة البرجوازية في ذاك الزمان. أهلا بكم، أنتم الآن في معبد بران والذي يمثل يعني رمزا دينيا للسلطة الدينية في مملكة سبأ، حيث كان لزاما على كل الشعوب والقبائل المنضوية تحت مملكة سبأ زيارته وتقديم القرابين والنذور، يعني تعبيرا عن الخضوع والولاء للمملكة. الفرق بينهم أن هذا معبد خاص بالأسرة الحاكمة، وهناك كان معبدا لعامة الناس وللحج، حيث يأتوا من جميع الشعوب والقبائل في الجزيرة العربية الذي يتبعوا مملكة سبأ. خلف هذه الأعمدة الستة قدس الأقداس، وهو المكان المخصص لممارسة الطقوس الدينية لكهنة المعبد التي يوجد عليه التماثيل الإله، وما زالت حفريات آثار أقدام التماثيل في هذا المربع الصخري يقابله في الجزء الثاني من المعبد بالفناء الداخلي والأروقة، حيث يحتوي على مجلس حكم الملكة ووزراء الدولة السبائية. عرش بلقيس منطقة تاريخية عريقة قديمة على مستوى شبه الجزيرة العربية، ومنطقة هامة في محافظة مأرب، وتهم اليمن في مأرب خاصة واليمن عامة، وهذا تاريخ عن الآباء والأجداد على العصور القديمة،
وهي تعد مقر مهم في محافظة مأرب ولها تاريخ عظيم. نقوش مسندية على أروقة العرش تحاكي الأساطير، وإرث تاريخي عريق بتفاصيل متفردة يجسد واقع المعبد العظيم في تصميم بنائه وعظمة إنجازه الكبير. لزيارة المعالم الأثرية لمحافظة مأرب للمملكة التي حكمتها امرأة في اليمن، وبسبب التاريخ القديم لإعادته في محافظة مأرب. أدرجت منظمة اليونسكو آثار حضارة مملكة سبأ القديمة في مأرب ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، لتحظى المعالم الأثرية بعناية وحماية مستمرة من الاندثار بعد إهمال طال هذا المكان منذ زمن. تعد مملكة سبأ من أبرز الحضارات اليمنية القديمة التي طال نفوذ حكمها على امتداد شبه الجزيرة العربية على مدى قرون من الزمن، ولا تزال معالمها وآثارها شاهدة على وجودها الحضاري حتى اليوم. عبد الجليل الحمادي لبرنامج رمضان والناس، محافظة مأرب. يعطيك ألف عافية الزميل عبد الجليل الحمادي من محافظة مأرب. إذن مشاهدينا، يقع معبد بران جنوب مدينة مأرب، وهو الموقع الأشهر، الموقع الأثري الأشهر في اليمن، وقد ظل جزء كبير من هذا المعبد يعني غارق في الأرض حتى في عام 1977 بدأ المعهد الألماني بتعاون أو بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، و تم أيضا بعمليات تنقيب واسعة أدت إلى كشف عن بقية أجزاء من هذا المعبد والكشف عنه. تماما، نذهب حوانتم الآن إلى فقرة مختلفة وإلى حي الجحملية الواقع في مدينة تعز، وتعيش العديد من العائلات النازحة التي تعاني من الفقر والحاجة الماسة في هذا الحي. مع حلول شهر رمضان المبارك يزداد غلاء المعيشة وتصبح الظروف أكثر صعوبة على مثل هذه العائلات. بالفعل حمير، إذن خصصنا في هذه الفقرة فقرة بصمة رمضان، تتجول فيها الزميلة أصل الرزاز لرسم الابتسامة على أحدى العائلات النازحة في حي الجحملية بتعز. نتابع. حياكم الله، فقرة بصمة رمضان اليوم مع عائلة أحمد الكامل. يا أحمد، إيش رأيك تعرفنا عن نفسك؟ اسمي أحمد كامل يحضرين، أعول أسرة كبيرة، والآن إخواني في ذمة بعد وفاة أبي قدام 4 سنة و4 أشهر. يعني أبوك متوفي من قبل سنة وأربعة أشهر؟ أيوه، توفى إنه بقلبي، إنه ذبحة قلبية. كم من أخوانك، كم عدد أخوانك كم كذا؟ معايا 3 خوات واثنين من أنا والوالدة حقي. أنت من عندك هذا المرض؟ أنا وأخي، عندي تكسرة في الدم، نقول له شهر شهرين الدم، خاص هذا زيادة يعني، بس أنا بعد ما كبر شكل الحمد لله يعني تحسن. من متى عندكم تكسر؟ من صغرنا نحن خلقنا. عندكم الآن يعني أكيد علاقات دورية تستخدموها؟ أيوه. كيف من وين تجيبوها؟ نجيبها والله من بعض الأحيان نشتريها، بعض الأحيان نحصلها من محل حق أصدقاء الدم. يوفروا لكم يعني أصدقاء الدم، يوفروا لكم العلاقات؟ العلاقات، الدم وكل شيء مجي عندهم. أنتم نازحين من وين؟ نازحين من الحرب. ليش؟ نزحنا من الحروبات، متشتتين بلادنا الآن، قد لنا 4 سنة نعاني من إيجارة البيوت. أنا في بيتكم إيجار؟ أي والله إيجارات، بس مكناها في أي مكان نوصل إيجار ما نحصل. هنا الإيجارات عادوا أرخص من حرض؟ هنا أرخص من الحديدة، كنا قريبين للحديدة من حرض الحديدة. كم إيجار البيت هنا؟ 40. خلي شيء خلينا آخر شهر ذا، قال ندور لنا بيت غيره، بس الآن ما ندور بيت، ما حصلنا لا بيت ولا شيء إيجار. من وين تجيبوا طيب حق الإيجار؟ المصاريف؟ والله مصاريف اشتغل، أنا كان في سوق خضرة قاعد في اليوم 4000 3000. الحمد لله أنا مشي حالي بعض الأحيان بها. طيب الوضع المعيشي في اليمن كامل، مش إلا أنتم بس، الوضع متدهور. الوضع متدهور، صعب جدا 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 للشعب اليمن، حالنا ما يعلم بيد الله عز وجل. وأنت اللي تعول أسرتك بالكامل؟ والآن أنا أعول أسرتي كامل، ما أدري أصرف على البيت ولا إيجار البيت، مصاريف ولا العلاقات ولا العلاقات. العلاقات إذا مش موجودة بأصدقاء الدم،
كمان تشتروها وتحاولوا تدبروها؟ شلها لو برها. يدرسوا اخوانك؟ اثنين هذا يدرسوا. صف كم هذه وهذا كم؟ صف ثاني يدرس في اول. طيب بما انك تعاني من تكسرات في الدم، هل جسمك يقوى على العمل؟ كيف تقضي امورك داخل البيت؟ ايجار، تشيل مصاريف، كذا، كيف؟ والله حالتنا يعني علم به الله، يعني بعض الاحيان تخرج 3000 2000 في سوق الخضره اشتغل، بعض الاحيان ما بشتغل ولا حاجه. وايجار البيت ايش تجيها وايش مصاريف وايش علاجات؟ ما ادري فين تصرف حال البيت. انت حاول يعني تشتغل بهذا الشغل؟ ما يعلم يعني والله نحاول، بس تحاول مشي حالك بوضعك. هل قرن يعني يساعدوكم، عارف بحالتكم كذا اللي في الحي؟ ما بيش عن الناس يساعد، معظم عن باب واحد واحد بس شوي شوي. الان في رمضان اشتريتهم مقاضي رمضان، اشتريتهم المواد الغذائيه وكذا؟ والله ما بيش معنا اي شيء ولا اشترينا اي شيء. يعني منتظرين عادنا، لا في ناس فاعلين خير، لا في منظمات، لا في كذا. هذه رمضان يجي مع خيره. اي والله يجي رمضان مع خير حقه. نحن في برنامج رمضان والناس وفقرة بسمة رمضان، حاولنا نخفف من هذه المعاناة ونرسم البسمة بمبلغ بسيط من البرنامج 80,000 ريال، وهذه قسيمة مواد غذائية لرمضان تمشوا في بأمور رمضان قيمة 80,000 ريال. جزاكم الله خير، الله يستر عليكم إن شاء الله ويسعدكم وتفرحكم الله مثل ما فرحتونا. آمين، الله يسعدك. إذا مشاهدينا الكرام، هي رسالة للمجتمع، رسالة لكم أنتم، تلمسوا احتياجات جيرانكم، تلمسوا للأسر المتعففة الميسورة الحال في المنازل. رمضان شهر الخير ومضاعفة للأجر، فحلو أنه نستغل هذا الشهر لتفقد الجيران والتخفيف من معاناتهم. لرمضان والناس، أصالة رزاز. شكرا جزيلا لك أصالة، يعطيك ألف عافية، وهي فرصة كما قلتي للجميع لتفقد جيرانهم ومحاولة المساعدة بالمستطاع. مشاهدينا من جديد إلى مطبخ رمضان والناس، ونشوف وصفة هذا المساء إلى أين وصلت مع شيف تانيا العتيبي وسونيا، ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا اللي منتظرين يشوفوا وصفة اليوم في مطبخ رمضان والناس. حضرنا الشكل النهائي لوصفة اليوم، دجاج أو دجاج المدفون أو مدفون الدجاج. حضرت الشيف تهاني، يعطيك ألف صحة وعافية. إيش صار معك وكيف صار الطبق كذا بالأخير؟ نعطيكم ملخص طبعا. بالبداية جهزنا الأرز، شخلناه بمي كمية مي وفيرة مع بهارات حب من نكهة بنحبها مع كمية الملح. بعدين جهزنا حشو الدجاج، عبارة عن خضار اللي بتحبوها، بصل، بطاطا، جزر، فليفلة أو بيبر. تبلنا الدجاج بتتبيلة من عبارة عن طماطم مع بصل وثوم وبهارات، مجموعة من البهارات نلاقوها إن شاء الله بالكابشن اللي بنزل الفيديو بإذن الله على اليوتيوب. طبقناهم فوق بعض وحطينا لهم فحمة مع شوية زيت نباتي لحتى يعطيهم طعم نكهة السموك والتدخين، تركناهم مع بعض لحتى يتسبكوا ويتشربوا كل المي. بعد ربع ساعة صار جاهز للتقديم. الريحه طبعا ولا اشها في الاستوديو. والله متعب الريحه جدا لعرينا احنا. صحيح. البهارات ممكن نستخدم اي بهارات نحب، الفلفل الاسود، الكمون، ممكن. يعني فيش بهار محدد. يعني انا عملت مجموعه من البهارات، بس اذا في حدا بفضل البهار اكثر من بهار ممكن نستعمل، ممكن نضيفه، او ممكن تخلي البهارات او تتبيله تبع الدجاجه حاره شويه، ممكن نضيف الشطه او البسباس. اكيد. يعطيكي الف عافيه شيف تهاني، ان شاء الله تكونوا حفظتوا هذه الوصفه، وستات وناس اللي في البيوت حابين انه يجربوا هذه الوصفه انصحكم انكم تعتمدوها اليوم بالطبق. والف صحه وعافيه علينا وايضا عليكم مشاهدينا، وصيام مقبول علينا وعليكم. يعطيكي الف عافيه شيف تهاني، واكيد القاكم انا والشيف تهاني بوصفات جديده قادمه في مطبخ رمضان والناس. الى اللقاء. مرحبا مجددا مشاهدينا في كل مكان. آخر محطة من محطاتنا هي محطة فيق الصيام كالعادة، هذه المرة خصصناها للحديث عن أصحاب المهن الشاقة في شهر رمضان. وعندما يحل شهر رمضان المبارك يتجدد النقاش حول أحكام صيام أصحاب المهن الشاقة خلال ساعات العمل. ففي شهر رمضان الفضيل يعتبر الصيام من الواجبات الدينية على المسلمين جميعا، حيث يمتنعون عن تناول الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس.
لذلك حمير يواجه البعض من العاملين تحديات خاصة نظرا لطبيعة عملهم الشاقة والتزاماتهم المهنية التي لا يمكن تأجيلها. إذا مشاهدينا نتساءل هنا، فكيف يتعامل أصحاب المهن الشاقة في نهار رمضان خصوصا، وهل يجوز لهم الإفطار أم لا؟ تفاصيل أكثر عن أحكام صيام أصحاب المهن الشاقة في رمضان في فقرة فقه الصيام إذن مع الشيخ إبراهيم الجرمي، نتابع وإياكم. بسم الله، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله، وبعد، إن الله تعالى لما كلفنا بالصيام كلفنا فيما نملك وفيما نقدر، ورأينا سماحة الدين ويسر الشريعة، حيث إن الله تعالى خفف عن أناس، خفف عن المسافر، خفف عن المريض، لهم أن يصوموا ولهم أن يفطروا. طيب، فما حكم من يعمل أعمالا شاقة تحت حر الشمس تحت وهج النهار؟ فمثل هذا الإنسان، أو يشتغل في مخبز حيث الحرارة العالية، سائق في الطرق الخارجية، فماذا يفعل هذا الإنسان؟ هذا الإنسان يحاول الصيام وعليه المحاولة، فإن عجز أخذ بالفطر ولا حرج، ولكن عليه أن يقضي لاحقا. إذن لعلنا ندرجه يعني وقتيا في وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين، ولكن مثل هذا الإنسان لا يمكن أن يبقى عنده العذر. يعني كبار السن الذين أدرجناهم تحت وعلى الذين يطيقون هي شيخوخة دائمة متصلة، فيذهبون إلى الفدية، لكن هذا عمل شاق. مثلا إنسان يسافر ما بين المدن وما بين الدول، سائق في الشاحنات، له أن يفطر، لكنه لما يجلس في بيته مستقرا بده يقضي هذه الأيام. إذن هذا فارق كبير بين من يستمر عذره ككبار السن ومن لا يستمر عذره كمن يعمل أعمالا شاقة. أو بعض الناس أخذوا يسألون عن الطلبة، عن طلبة الثانوية، إنه هل لهم أن يفطروا ليكونوا أقوى على الدراسة؟ وبعضهم يتساءل عن اللاعبين المسلمين يلعبون كرة القدم مثلا، هل لهم؟ نقول لا، ولكن نقول عليهم أن يصوموا. فإن بلغ أحدهم مبلغا في الجهد والعطش والشدة، من باب الشدة والمشقة يفطر، لا من باب الرياضة ولا من باب الدراسة ولا من باب أنه سائق، ولكن من باب المشقة بعد المحاولة، والله رقيب عليهم في ذلك. إذن يحاول الإنسان، يحاول، لأن الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال النبي عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر. إذن بهذا نفهم حكمة الشريعة، أن الله تعالى ما أراد لنا أن نهلك البدن، لكن أراد لنا أن نقوم بالعبادات بما تصلح معه الحياة. لذلك لا نقبل أيها الكرام أن يعيش الإنسان عالة عن الآخرين، والله وهذا يعمل مثلا تحت الشمس، ومن الناس من كانوا يسألونهم في المزارع، يقولوا لا اجلس في بيتك صم واترك العمل، من سيأكله؟ من سيطعمه؟ طبعا إذا تمكن هذا الإنسان من الراحة في شهر رمضان ليهنأ بالصيام لمشقة العمل وكان يستطيع ذلك فلا حرج. بعض الناس يخبئ إجازته السنوية إلى رمضان ليستمتع بها صائما وحتى تكون محسوبة الأجر، فإن فعل هذا خير وبركة، لكن ماذا لو أن دائرته وعمله لم يقبل ذلك؟ لا نكلفه أبدا أن يعمل تحت حر الشمس في الظروف الصعبة، لكن الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا مخرج، يفطر ويقضي لاحقا في أيام الشتاء القصيرة وفي أيام يمكن إجازته، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. إذن يعطيك ألف عافية الشيخ إبراهيم الجرمي على كل هذه التفاصيل، وأتمنى الكل من المتابعين والمشاهدين اللي تابعوا هذه الفقرة أن يستفيدوا من معلومات الشيخ. مشاهدينا، بهكذا نكون وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج رمضان والناس. بالتأكيد نتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله وممتع، حرصوا دائما على الغذاء الكويس والخضروات تكون متواجدة في أكلكم، واشربوا كميات كافية من الماء، حاولوا أيضا أن تنالوا قسطا كافيا من النوم، ونتمنى الجميع أكيد الخير والسلامة، ونلقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.